شو اللي عطى الاهميه للقصر؟ القصر هو انه قرب ديال عين سرلو. داك الكلام ديال انه دار القصر لحراسه العين لا كلام لا اساس له. سبب بسيط، واش اش بغا يديروا اي تسخمان الا جاوا سيطروا على العين؟ شنو غادي يديروا فيها؟ براج غادي يحبسوا الماء؟ راه الماء تسيطر عليه ملي في البلاصه ديال الفلاحه باش تدوزوا لهاد البلاصه، هما جاوا كاع سيطروا على العين، غادي يحبسوا الماء؟ كي بغا يحبسوا الماء ملي ولا راه بعض الخطرات تتكون 2200 و300 و400 في الثانيه، كيف يدير تسيطر على 2000 واسمو في الثانيه بالوسائل القديمه؟ شنو غادير؟ يمكن تجاوبني على هذا السؤال. شنو غادي يديروا يتسخمان بالماء ديال العين؟ راه هما الماء ديال العين ماشي بيهم، الماء ديال العين كانوا تيتحاربوا على الجنانات اللي ديالهم اللي كانوا فيهم وطردوا منهم الجنانات، ما شنو غادي يديروا هما بعد؟ وداك الوقت، داك الوقت خص تعرف واحد القضيه، ان بني ملال ما كانش احيانا كاع محتاجه للماء ديال العين، راه هاد الناس ما تيعرفوش هاد القضيه. داك الوقت كانت وفره في العالم، وكان بني ملال راه ساحه الحريه، ساحه الحريه كانت فيها عين حتى لبدايه القرن العشرين، ساحه الحريه كانت فيها عين تما تيشربوا منها الناس. بني ملال كلها كانت عيون، عين دايره كان واد، بمعنى انه الى خدينا العيون اللي قراب لبني ملال خلي العين، كان سيدي بيعقوب راه تتكب بربعه المرات ولا خمسه بالصبيب ديالها دابا، بمعنى انه الى خدينا عدد الجنانات وداكشي والوفره ديال الماء، شنو هو المشكل اللي كان عند بني ملال؟ هو كثره المستنقعات، هو بني ملال ما كانتش تستعمل الماء اللي عندها، حتى انه كان فيها دائما واحد المرض ديال الملاريا الباروديزم، وانا تنعقل في الصغر كانوا ديما تيجيو يقحونا على الملاريا، لانه حنا بعدا ملي دزت انا كانت هذيك البلاصه لتحت كلها عامه مرجات ديال الماء، كان الماء بزاف، فبالتالي ديك القضيه ديال باش رجعوا ان داروا القصر باش يحضروا ما عندها حتى شي معنى. القصر واحد البناء كان لما تمت السيطره على اسمه دار 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 تماك، وراه كان واحد القصر اخر تيقولوا القصر الكبير والقصر الصغير، كان هذاك القصر وكان قصر اخر في الضفه، وانا اعتقد بانه هذاك البناء كان سكن ديال شي عائله ولا شي حاجه، لما جات السلطات الفرنسيه اميناجاتو ولا بحال الرمز ديال بني ملال، وراه كاينين واحد الصوره اللي يشوف لواحد التطور ديالو من الباب اللي كان صغير، الباب اللي كان صغير، الباب اللي غادي يولا كبر شويه، الباب اللي غادي يكبر، دوك الابراج واحد الصوره فيها واحد البرج طايح وعاودوا بناوه، راه هذاك القصر كاين يمكن ندير واحد الدراسه ليفوليسيون ديالو في راسك، بان حنا ملي رممناه داك قلت كله اللي موالي للعيان راه طيحناه وطلعناه، دابا حتى واحد ما عارف بانه راه هدمنا هذاك، لانه لقيناه مبني على الحجر والغيس، الغيس بمعنى انه مبني بواحد الطريقه اللي عيط وجدنا واحد المختص هذا قال لك اودي الا درتو شي مره يطيح على الناس يقتلوهم، لذلك اضطرينا نبدلوه، هدمناه حيدناه كاع وعاودنا طلعناه وطلعناه 100% هذا حتى بدوك العيبات. دابا الا جيتي شي ملالي وتقول له هذا الحيط راه طاح وطلع ما يقولهاش، اللي كاع عاش في القصر ما يعرفش بان طلعناه حتى بدوك الاخطاء ديالو وداك الشيء، لانه صورنا بدقه وبقينا متبعين نفس هذيك العمليه عاودنا. فالقصر دابا الحمد لله ولا رمز ديال بلاد، وتنتمنى يتم الحفاظ عليه.